I am you. كوليبالي وحسام البدري والتعليمات الأخيرة لصاحب القميص رقم 29. سمعنا الصيحات قلنا أكيد في جديد خلاص حسام البدري أجرى الثلاث تبديلات، تلعب قصير عند صبري رحيل يردها لعبد الله السعيد جوه 18 وادي العرضية. هو كوليبالي في أول مشاركة بيسجل، إنما الضربة الركنية خطف ودفاع الداخلية تتلعب على طول قصيرة عبد الله السعيد، أسيست رائع بشماله يلعب العرضية وادي الرأسية الأولى وكتف كوليبالي وتيجي في العرضة الثانية على طول على يمين رحيلة في الجهة اليسرى، وادي الكرة بتوصل له جوه 18 ممكن تكون طويلة ممكن يلحقها وادي العرضية. جول 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 كوليبالي، مش ممكن يا سليماني فينك من ضائعة وهدفين لكوليبالي بعد مشاركته على طول كبديل سليماني بدلا من عمرو السلية، لكن صبري رحيل بقول لحضراتكم فاتح شارع باسمه من نسي انه بينزل يلعب باك شمال احمد حجازي حمودي يقطع كورة الهجمة المرتدة الاهلي نفسه اتفتحت على التهديف وادي العرضية، هل كوليبالي يقدم لنا حاجة التسديدة؟ حمودي لعبها له بالمقاس واخد القرار وبيسدد لكن ما مليتش في وش رجله تعدي ضربة مرمى لصالح الداخلية، هل يكون أول تبديل لأشرف قاسم؟ على الحذر الدفاعي الهجمات المرتدة ممكن تكون في منتهى الخطورة الأمامية، كوليبالي مفيش تسلل، سليماني كوليبالي الراجل ده يعني عايز يمضي على استمارة حب جمهور الأهلي من أول لقاء، كان ممكن يلعب بشكل جمال لكن لفت من جوه الملعب، حجازي بيفكر في العرضية وادي العرضية كان مسجل هدفين، ده عايز يسجل في هذا اللقاء هدفين، خبطت في كتفه، الآن فارق هدفين، وليد سليمان يلعب العرضية تترد لكوليبالي، عايز ياخدها كده بلمسة فنية كوليبالي، هل خلاص كوليبالي بقى في انسجام؟ هل بقى منسجم؟ ميدو جابر فرصة لكن بيرجع ميدو جابر أو عبد الله السعيد لكوليبالي، حسام البدري عنده رأي تاني. ادي كوليبالي اضاع ثلاث فرص، بصوا حضراتكم سجل واضاع ثلاث فرص، يعني بينهي دايما الهجمات بشكل في هدف الوليد سليمان من تسديده احلى واحلى، والهدف ثالث من كوليبالي من لعب جماعي احلى واحلى واحلى، وادي عبد الله عاشور بيكون هو اللي قاطعها، عبد الله السعيد بيبني الهجمه، بصوا منين بيبني الهجمه من تحت، سليماني كوليبالي اول لمسه لا حلوه لكن توصل لوليد سليمان، هل يلعب العرضيه على القائم البعيد سعد سمير يردها، ادي حجازي كوليبالي يا راجل كوليبالي هنا المطالبه بضربه جزاء بيتكلم، الاستحواذ يفضل مع الاهلي عشان كده رجع كرة لشريف اكرامي، وليد سليمان من الشمال لليمين كوليبالي يرجع مره ثانيه كوليبالي